إحسان حميد البلداوي أحد مواطني محافظة صلاح الدين الذين دفعوا ضريبة الحرب غالياً. فإحسان كان ضحية لعبوة ناسفة زرعت في أرض المحافظة وأدت لإصابته بإعاقة دائمة في ساقه. في 2008 من ضمن جرائم الإرهاب طقت عليه عبوة. وأنا كنت أشتغل يعني قبل ما أتعوق، وأنا السعدي شل النصفي راتب ما عندي، فرحت ما خليت داويت إلا بزعت. إحسان أنفق ما كان لديه من أموال محاولا معالجة إعاقته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل. الفلوس اللي عندي قبل العوق كلها خلصت على الأطباء، والآن مسوي 3 عمليات، فتعبيت من الدواء ومن الأطباء والمراجعات، أراجع المسؤولين. وهذا هو معيل لعائلة كبيرة، وعمله الذي كتب له أن يقوم به اليوم بات قاسيا برفقة الحديد. أما المسؤولون الحكوميون من يفترض بهم تقديم الرعاية والاهتمام بالمعوقين فحدث عنهم بلا حرج. أشتغل غصبا عليه، أشتغل أني لا ما أشتغل، مين يعيشون أطفالي؟ ما حد أقول لك إيه، اعطيني رقم موبايلك سجل اسمي قبل ما يطلع المشروع ذب راتبك. لا مو راتبي، قبل ما يطلع المشروع ذب الفايل وذب رقم موبايلي وراح المسؤول. مأساة إحسان كبيرة، وجل ما يطلبه هذا المواطن العراقي اليوم هو راتبه الذي كفلته له على الأقل القوانين الحالية. عسى أن يخفف عنه هذا الراتب بعض آثار معاناته. قاعد بالقهوة قرأت القرار 20/10/2010، يعني حتى قبل القرار أنا أطلب الدولة ما سدت الراتب. لا راتب ولا علاج ولا حد جاي يسأل عليك ولا صرفوا لي راتبي، وراتبي مصروف قبل ما يجي حيدر العبادي يصير رئيس وزراء من كان المالكي، ما صرفوا لسه ما مستلمه، لو مستلم راتبي أنا جابني على هذا التعب والعديد. وإلى أن تسمع الآذان الحكومية الصماء أصوات إحسان الحقة، تبقى أصوات هذا الطفل الذي يتقاسم مع إحسان همومه شاهداً على معاناة أب جاهد في تلبية متطلبات أبنائه، وعلى تقصير حكومي همش وفاقم أوجاع وآلام هذا الرجل المعق. أطلع يشتغل بالحر وبالبريد، وش نريد منه يجيب النيا، وش نطلب منه أي شيء يجيب النيا، بس أطلب من الحكومة أن تقوم على رجلها وتنطي راتبها.